عبد العزيز نصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بين سبورتس، نرحب بكم من ملعب الإمارات في إياب الدور الثمن النهائي من مسابقة أوروبا ليج. الفريق الإنجليزي اللندني يدخل لقاء اليوم أرسنال بأسبقية لقاء الذهاب 2-0 في السان سيرو. أسبقية تعطي راحة كبيرة للفريق اللندني اللي يسعى لتأكيد التأهل. في خط الهجوم أندريس سيلفا وكوتروني، المدرب هو رينو جاتوزو، بينما يلعب أرسين فينجير الفرنسي. في المرمى وسبينا باليسار عندي ميخيتاريان، ميخيتاريان محاولة خطيرة للكنرس، ولكن مونتوليفو في التغطية. الكرة ترجع من جديد، مونتوليفو كرة بالعمق الآن، كنترول ولكن كوتروني بالتسلل. باتريك كوتروني يقع في المصيدة والمساعد يرفع الراية. الكرة ترجع من جديد عند أرسنال. والباك مع بولوتشي، والباك يبان، والباك، ولكن التصدي كان رائع جدا من دون روما. تريجس استلام تشالانوغلو، تشالانوغلو جراند تيرو يسجل التركي الألماني. أمان أمان، سجل سجل تشالانوغلو. سوبر جول تشالانوغلو سجل، اشعلنها المباراة. وتشالانوغلو يقول ميلان حاضر في لندن من اجل اقصان. سيكون هو العراب، عراب الميلان. كرة باتجاه المرمى، دورني من التعلق. ميخيتاريان والباك، والباك سكوت، والباك ماذا يقول؟ السويد احتسب ضربة جزاء، تردد إريكسون، تردد السويدي. ماذا تفعل يا اسكندنافي؟ إريكسون نقاش من جانب الطليان، والحكم الإضافي ماذا يقول؟ التأكيد من جانب الحكم الإضافي. ضربة جزاء يا رينو، ضربة جزاء. والله بصراحة تحتاج لمتابعة، ولو أن يعني صراع القلب والعقل من أصعب الصراعات. سأكون واقعي ولن أكون عاطفي، سأكون منصف ولن أكون متعصب. سيتقدم الركلة والباك يسجلها والتعادل. أرسنال يعطي الكفة 1-1 من علامة الجزاء. يدرك فريق الجنرز هدف التعديل، هدف مقابل هدف، عكس تحرك دوناروما. 1-1 لم تنتهي المباراة بعد. برنس بوتينغ يتوقع 3-1 الآن. واحد سو هيا ضاعت والكرة تضيع كرة التقدم. دافيد أوسبينا تصدى كرة سوسو، ضاعت كرة في مرة أولى من سوسو. فرصة ولكن ممتاز دون رمى. محاولات الجنرز مستمرة، يلعب في الكرة السهلة الفريق الإنجليزي بسهولة. اختراق دفاع ميلان. أوسيل كرة داخل المنطقة، تنتهي لضربة مرمى. ضربة مرمى لفريق ميلان. الشوط الثاني ستزداد متاعب ميلان لو يسجل. رودريغيز كرة تبعد، مساندة تأتي والتصويب. سوسو يا سرية من سوسو، يا سرية يا رينو. كرة كاتوسو، كان ممكن كرة سوسو يا كاتوسو تكون مباركة عن طريق وسيل. مات خطير الرمسي، كرة أنا الرمسي لضربة مرمى. تمهيد كان ممتاز من مسعود وسيل، وكرة انتهت لضربة مرمى ميلان. والشوط الثاني عودة تشالانوغلو، تشالانوغلو مرر مراوغة. إريكسون ماذا يقول؟ ماذا يعلن السويدي على اسكندنافي؟ يامر بسر اللعب حكم المباراة إريكسون. إريكسون يذكرني بسفين جوران إريكسون. روكي ساي مرر، هذا هو أندري سيلفا، أندري مرر والثاني، والثاني ضيع. كورة سددها باتريك، باتريك كلاها، ضيعها كوتروني. غضب إيطالي على هذه الكورة، هذه الكورة كان ممكن تكون كورة الانطلاق لميلان. بونوتشي وسط التقدم، بونوتشي كرة عرضية راسية، ولكن كالينيتش راسية الكرواتي سالام بوسبينا.
يعني بونوتش التلاقي ذكرني بانطلاقات فرانكو باريزي لما تشاكا تشاكا يسدد ودونا رما يا اختي دونا رما غلطة الشاطر بألف يا دونا وغلطة الدونا خلاص تقصي فريق ميلان في كرة ساتة كثيرة يا دونا رما يا اختي دونا رما وميلان يدفع الثمن وميلان عقدة الديافو المستمرة في لامبان الهدف الثاني لفريق أرسنال 2-1 مجموع المباراتين 4-1 فرحة المشجع الصغير للكانرز بالهدف الثاني غلطة كبيرة يا دونا روما صحيح تصدر سو 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 مات والتسديد كرة تصطدم هولشير كرة خطيرة الثالث والثالث 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 والباك يخليها ثلاثة يعني كيفن برنس بواتينك في التوقع قلب النتيجة ممكن يعني توقع 3-1 لأرسنال الهدف الثالث لوبيك 3-1 خسارة ثقيلة يا رينو بثلاثة